إلا مع والدك حتى تعلم تشعر بأنت نفسك أنك أديت على رعيتك وعلى لعبها. لا يعقل أن الله يحثنا على بيتها في آيات الكتب ثم نأتي نجعل وراء الله عز وجل وراء ظاهر وظلم. إنه يوجد من الناس من إذا أركب والده معه في سيارته فتح الباب ثم يركب والده ثم إذا كان الوالد فيه شيء من القوة ترك الباب لوالده يكفي. فإذا أراد أن يركب معه والدته أولا يأبى أن يجعل أحدا يركب غيرها بجواره. فلا يعقد أن مسلما يأتي